أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يذكر بعض الفقهاء أنه لا مانع من أن تعبث المرأة بيدها على فرج زوجها حتى ينزل، وكذلك العكس، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إن كان قصده أن تعمل هذا من أجل تحضر شهوته ويحصل الجماع بينهما، قد يكون لا بأس. أما إن كان قصده الاستمناء، هذا ما يجوز. نعم.